مشروع فندق الفور سيزون كايرو كابيتال مدينتي. إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة ترحب بكم. في يناير 2021 انضم هيل إلى مجموعة طلعت مصطفى أتريوم كواليتي كونتراكتورز وشركة اتحاد المقاولين للاحتفال بتوقيع عقد البناء بين مجموعة طلعت مصطفى وشركة اتحاد المقاولين أتريوم المشتركة لفندق فور سيزونز مدينة بالقاهرة الجديدة مصر. مشروع فندق الفور سيزون كايرو كابيتال مدينة. واحة الحياة الفاخرة. بدأت الحكاية باختصار إلى مطور ذو رؤية ثاقبة إلى الصحراء شرق القاهرة مباشرة، حيث الإمكانيات الهائلة في القاهرة الجديدة مدينتي. أراد بناء شيء خاص، شيء يلبي احتياجات أبرز العائلات وقادة الأعمال وكبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم. لذلك قام ببناء فندق فخم ذو أبعاد شاملة. يتكون الموقع من مبان جميلة، فندق ومنتجع صحي وقاعة رقص ومطعم على ضفاف البحيرة ومنطقة للأطفال، وفي الخارج الكثير من الفيلات جميعهم محيطين مع حدائق خلابة مع الزهور من حول العالم. تم النظر بعناية في كل التفاصيل من كل مساحة. تقع قاعة المناسبات على الحدائق ذات المناظر الطبيعية للفندق، وهو مكان فريد من نوعه في الهواء الطلق للاحتفال تحت النجوم. يتضمن التصميم بتلات وشاشات وأقواس لزيادة الإضاءة النهارية إلى أقصى حد ضمن نطاق مريح. الاستدامة. عندما يتعلق الأمر بالاستدامة في الصحراء، هناك الكثير مما يجب مراعاته. لذلك اخترنا مزيجاً من مواد ومنهجيات البناء التقليدية ودمجها بأحدث التقنيات الهندسية. سيقدم الفندق، وهو رائد في المنطقة الجديدة، مثالاً على البنى التحتية الحديثة التي تعيد تدوير مياه الصرف الصحي وتوفير نقل أفضل وزيادة كفاءة الطاقة. تم تصميم النوافذ ذات شاشة عميقة التي تقلل من أشعة الشمس المباشرة وتوفر مناظر خلابة. اعتمد التصميم على العديد من النوافذ القابلة للتعديل لتهوية المساحات الداخلية بشكل طبيعي لتوفير المياه. تم تصميم نظام الري بالتنقيط والاعتماد على النباتات التي تتحمل الظروف الصحراوية واحتجاز مياه الأمطار واستخدامها لاحقاً. إنه فعلاً مشروع للحياة الفاخرة، كما صرح السيد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب. لم نكن لنحقق مثل هذا النجاح الهائل بدون بيركنز وويل. بدأت المرحلة الأولى للمشروع مطلع 2021، حيث بدأت عمليات تجهيزات الموقع من تجهيز المكاتب الرئيسية وجميع مرافق المشروع ومناطق الورش والمخازن. جنباً إلى جنب بدأت عمليات حفر القواعد، والتي بلغت أكثر من 31,044 متر مكعب حتى الآن. بلغ أيضاً عمليات الردم أكثر من 1,105 متر مكعب حتى الآن. تم تغطية أكثر من 3,096 متر مربع بالمواد العازلة حتى الآن. تم صب أكثر من 3,871 متر مكعب من الخرسانة العادية حتى الآن، وأكثر من 46,853 متر مكعب من الخرسانة المسلحة حتى الآن. أيضاً بلغت كمية الحديد المسلح المستخدم أكثر من 8,004 طن حتى الآن. بلغت نسبة إنجاز المشروع أكثر من 38% حتى الآن. سيتم تشييد فندق القاهرة الجديدة الفور سيزون على مساحة 800 متر مربع تقريباً داخل أرض مدينتي، وتتكون حزمة الهيكل من الأساسات والهيكل المسلح، الفولاذ الإنشائي الخرساني المسلح للمبنى كالتالي: منطقة مبنى الفندق A و B، منطقة مبنى الفندق B و C و D، منطقة مبنى الفندق D و E،
مبنى المنتجع الصحي، مطعم على ضفاف البحيرة، مبنى قاعة الاحتفالات، مبنى مواقف السيارات، محطة الخرسانة. إحصائيات الصحة والسلامة المهنية والبيئة: بلغ متوسط القوة العاملة أكثر من 804 شخص، وقد اشترك في المشروع أكثر من 23 ألفاً حتى الآن. تلقى التدريب الأولي أكثر من 4300 شخص حتى الآن، بعدد ساعات بلغ أكثر من 15,000 ساعة حتى الآن. تلقى التدريب المتخصص 1,000 شخص حتى الآن، بعدد ساعات بلغ أكثر من 1,000 ساعة حتى الآن. بلغ إجمالي عدد ساعات العمل بدون وقت عمل ضائع أكثر من 2,300,000 ساعة حتى الآن. تفخر اتحاد شركات اتحاد المقاولين سي 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 وأتريوم كواليتي كونتراكتورز مجموعة طلعت مصطفى بالإعلان عن أن مشروع فندق الفور سيزون قد تجاوز أكثر من 2,000,000 ساعة عمل دون إضاعة وقت ضائع. يعد هذا معلما هاما في مجال السلامة للمشروع، حيث نجحنا بتحقيق أهداف الصحة والسلامة والبيئة الخاصة بنا المتمثلة في عدم إلحاق الضرر بالناس والبيئة. قال مهندس أسامة إبراهيم مدير عام المشروع، ومهندس أحمد جمال نائب مدير المشروع، ومهندس محمد بديع مدير التنفيذ، ومهندس نجمي رشاد مدير السلامة. إنه ما زال أمامنا طريق طويل وسنواجه العديد من التحديات. مرة أخرى، لن يكون هذا ممكنا بدون الدعم والتفاني اللذين لا يتزعزعان من كل فرد مشارك في المشروع. ونود أن نشكر بشكل خاص الإدارة العليا في المشروع وفريق الصحة والسلامة والبيئة على دعمهم المتواصل، وشكرا كبيرا لفريق الصحة والسلامة والبيئة في المشروع بقيادة مهندس نجمي رشاد على كل جهودهم. ونود أن نهنئ كل عضو من أعضاء المشروع على مساهمتهم في جعل هذا الأداء مشجعاً للغاية، ونتطلع إلى سماع المزيد من الإنجازات. نحن فخورون بالعديد من الأشياء، لكننا لسنا فخورين بأي شيء أكثر من سجل الأمان لدينا. إنها نتيجة العمل الجماعي والالتزام وتعهد للعاملين بأن السلامة في مقدمة كل ما نقوم به. إن تكاتف جميع الأقسام معا بثقة والتأكد من عدم شعور أي منها بأن الصحة والسلامة والبيئة هي سبب تأخير للمهمة التي سيتم تنفيذها، هي قصة نجاح أخرى لثقافة الصحة والسلامة والبيئة التي أثبتت جدواها. لدى السي سي سي وأتريوم أدوات أمان قوية للغاية بشأن مسائل الصحة والسلامة والبيئة، والتي ساهمت في هذا الإنجاز منها. تشمل إجراءات الصحة والسلامة والبيئة على سبيل المثال لا الحصر إجراءات التحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها، وتحليل سلامة العمل الذي تم إجراؤه لجميع أعمال المشروع والصيانة لتحديد أو تقييم المخاطر ووضع تدابير التحكم أو التخفيف منها قبل بدء العمل. نظام تصريح العمل، وهو نظام مفصل للمهام التي سيتم إنجازها في المشروع مع مراعاة سلامة جميع الأشخاص الذين يعملون في هذه المهمة. إجراء عمليات تدقيق السلامة في العمل على الدوام والإبلاغ عن الأخطاء الوشكة ومكافأتها لتوليد نقاط التعلم. عقد اجتماعات لجنة السلامة والصحة وإدارة الصحة والسلامة في مكان العمل والدورات التدريبية القانونية على الإسعافات الأولية كجزء من بناء القدرات لكل من الموظفين والمقاولين. التدريب المستمر على مكافحة الحرائق لموظفي الشركة، وتطبيق العديد من التدريبات في العمل التي تؤثر على وعي الموظفين بالسلامة.
هناك دائما وقت للأداء الجيد في مجال الصحة والسلامة والبيئة، وهو وضع يربح فيه الجميع بينما الحوادث تخلق خسائر للجميع. يلعب التدريب دورا حيويا رئيسيا آخر، مثل جلسات التوعية في الموقع وأثناء العمل مع العروض العملية. إن إعطاء القوى العاملة الدروس المستفادة من المشاريع السابقة أثناء تنفيذ أنواع مماثلة من الأنشطة هو مفتاح آخر، خاصة عندما يكون لدينا عمال قادمون من مناطق وثقافات مختلفة. على الرغم من التحديات الناجمة عن الوباء المستمر، يسعدنا أن المشروع يسير على الطريق الصحيح ويستمر في التقدم بشكل جيد. كشركة، أحرزنا تقدماً في تنفيذ تدابير الاحتواء ضد كوفيد-19 بما يتماشى مع جميع البروتوكولات والإرشادات الحكومية الصادرة من وقت لآخر. تم تحقيق ذلك من خلال استراتيجيات وقائية مثل التباعد الاجتماعي واستخدام أقنعة الوجه ومستويات النظافة المتزايدة. في النهاية، يلعب فريق العمل دوراً حيوياً في بيئة عمل مستدامة وأمنة وخالية من أي حوادث. دائماً ارفع صوتك من أجل السلامة، وفكر دائماً في مكان عمل خالٍ من الحوادث.